أولياء أمور الطلاب الأعزاء، تعالوا مع بعض نرجع أطفالنا لروتين الحياة التعليمية، للمدارس ولروضات الأطفال بطريقة آمنة. واحدة من أكثر الطرق أماناً وأسهلها هي إجراء فحص المضادات بالديكاسيرولوجي. هالأطفالكو بتراوح أعمارهن بين جيل 3 سنين ل 12 سنة، تعالوا خدوا دور فعال بمساعدة وزارة التربية والتعليم عشان تكونوا شركاء بافتتاح آمن للعام الدراسي المقبل، وقوموا بإجراء فحص المضادات اللي هو سهل ومجاني للأطفال. ابتداء من هذا الشهر في عدة مراكز خصيصة بالسلطات المحلية رح يتم افتتاح مراكز اللي يتم فيها إجراء فحص بسيط عن طريق الإصبع، إجابة سريعة، وأبنائكم رح يحصلوا على إعفاء من الحجر الصحي. بهاي الطريقة بإمكاننا مساعدة أطفالنا عشان يرجعوا لحياة اجتماعية وتعليمية آمنة. نهتم للتعليم ولصحتنا جميعاً. تفاصيل إضافية بتلاقوها في موقع وزارة التربية والتعليم.